اسمحوا لي قبل ما اطلع لفاصل عايزه اهني ندى رئيس تحرير البرنامج حبيبتي ندى فرج علشان عيد ميلادها، وقولها كل سنه وانتي طيبه يا ندوشه، واحتفلتي لوحدك من غير ما تقولي لنا، فعليكي تورته وعلينا الهديه يا ندوشي. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، وكل من عيد ميلاده النهارده او كان امبارح زي ندى، كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يجعل ايامكم كلها سعاده يا رب العالمين.